أبدي الليل باي في دمو وحبا أبالا خيغ يا عي أبدي الليل باي في دمو وحبا أبالا خيغ يا عي أيضا كقرب كارك يبالا سعود بكريم أيضا كقرب كارك يبالا لابو كلا داية سو عرار كوري يسي عرار كدنب أذيات وانيكي مسبيحي أها وعقاها وحكده وقال كيسا حلقة أمعو قبصدي برهب بلشدة سيدو أو كلنا وألا فلنقين أيا إيالا أو مركاسي لصودو سارة هستي وإساقا إنا أدركي سوقا دي إن هبل لامبط هبل لامبط وسوقا دي بألا دول سارة إيه أحيد وحبا بألا هيقا يا عاي هذا لو داقي دونا حقتا مغال كان محو كلاكل مجيديه ويسكوكا ونجي يا باش حبر جعلو وربعين مركل حابو كان يكتسي وكرسي وموسي فلي هذا بكل بعد برنامج كنا نقود الاستاقي دونه واميد كان كاقوس للدورة ايضا كقرب كارل كبا لا سعود بكريم ايضا كقرب كارل كبا كارل كبا سجد هاي كوشرين دي كوي كعذري كريه اي كسو عرارين اي يالين لا قوتو ولو ميل بيدقين دي هذه ياهد ترى كارل كاسي ايان دول استاقي دونا يا عبت أدون كبنان كوسو بعض بل دور شغف يعضى ودعيسو ولا ليه إذا ما عضى إنجري إذا ما دي عضى إنجري أو كمنان أها والسنة كان أن عضى دونين وابها دي دور شو لقيه له موسبي هو قبته ما ملك هرجي سي إذا نوع دول استاجد دونا ترى كارك يسوي هذا دي أنا هل كان يدخل وذا جد دونا ولا بكسة حالة برنامج كنا أن كتب استاجد دونا واحد من غن دونا بيرش الرحوين إمام الكونفرق البيت إيو بيرش إساق ولو أن لورن كرين إساق وإيسان أولا مين فكرة دن وليهان مامل كان أفضل كوكوها يستو غوني غوسي غوضو إيا أقل مين أي غوان أو أي ودن غار أه نغضان إيا دن واندو استاردو إنتا سوق دموحة كوع سنية مغال كان سول كسي سارة سيشار جنية يوتيوب كنا نكو سوبيرا وما سنتين وأمريكا كوا واحد أركتين مغال كي وسجودان وأرضيو وصوع الرأيو وكدب مركي وصوها الله يتليها قودة عيدا كأيسا سيقا تمو إساقو أمريكا سيجري هل بالو تهدي التوردان وشلاي دونتان مرضا بنادين على الولك مردك دونتان تاس أوكين تي إن مغال كان بريها بلشادة وقبصادة إيادو والله دول ساري وحبا بالله إياي حدا ومحوك لكل مي بيشي حبر جعلو وديقا ندا وتغي وبغضي وقت ما يوكا وادول كاس وادول كاترسان اساسي قاتمو وحق ومسبيحي وبغضي تاتك ديگا ندا سينا ان حق ادنا كوكاسي ميسو بلس ديگا ان كاس وادول اساسي قاتمو اي لادا هاي وان ايانا لقين دونا ما ملك اساسي قاتمو اي ادي سنو اي كشاقين دونان وانتي وبوقنا يقول لغت يوك مالك هالك عزي جوكتو wuxuu tagay horta magaalada qori lagu dhahay oo haweenays oo oo shimbir dhaqaaqda ay sii joogan aynaba ka daran burco dadkii kasoo tagay ayaa hadba magaalada la keenay oo baabuur lagu soo qaaday indhaha markuu saa u fiirsayna hal qori oo weyn waa oo weyn hal qori hatta ciidamada SSC ee qori lagu korkeeda jooga lagu riday waa la way taas oo inta absadeen ay isaga soo carareen meesha wuxuuna halkaas kala soo kulmay niyajab iyo quus tiyo ay sii dheertahay in laga baqayay in ciidamadu ama maleeshiyaad beleedka habar jeclo ay qaarijiyaan waxa uuna durbo kasoo laablaabtay calaladiisii isagoo ceeri gaabo imaaday horta meeshaas quus iyo niyojab ayuu kala soo tagay wuxuuna ogaaday in awooddu hortaagan iyo wax meesha yaalla aysan xataa caqliyaddu aysan keenayn in lagu diriro balse fariimay direen maamulkaasi si qaatumo ay u direen موسبيحي ينوح تاني ويقو مركا هالكاسي جوي قدب كاس هالكاس نقول تغيا قدب كلا بعد البرنامج كيونو وامد كان اتسو عركتين وانين كان اينو هالمر يسال عركنا مركا لكو علم ايضا كقرم كارل كبا لا سعود بكريم ايضا كقرم كارل كبا كارل كبا سجد هاي كوشرين دي كوي كعذرين كوليه اي كسو عرارين اي يالين لا قوتو ولا ميل بيدقين هذه آل
halkaas arin baan kala dhaxbaxay oo ah doorashooyin ay codaynayaan ciidamadu xaggee ka dhacay adduunka wadamada sistemka doorashooyinka ka dhacaan Kenya inoogu dhow Itoobiya doorasho kama wada dhacday Kenya inoogu dhow Kenya askar codaynaysa maana arkin waana dambi haddii la arko askari codaynayo waa dil toogasho balse kumanaan kaar ayay ciidamada SSC gacanta ku dhigeen oo looga cararay jiidii sidoo inoo qiray walaalkeen caare oo qosol markaasi afka jabsaday kadib markii la yiri Muuse ciidamadii u codayn lahaa xataa ma joogaan Birmeesh waana sababta ugu horday inuu xiisa dagaal dhaliyo hadaba kaararka way badan yihiin kaarkan oo kala kamida sawirkiisa u jeedaan iyo kumanaan kale oo looga cararay goobihii maraaga go'cade jabka qoriga iyo markaasi buurti taangiga intaba taasina waxay muujinaysaa ay banaanka keentay ceebta iska daa kaarar lama xasuusan karin maalintaas kabihii ayaa xataa looga soo cararay tirada kaararka ciidanka isii hayo 4,000 oo kaar way 4,000 oo cod Muuse Biix Caawi waa ay ka maqan tahay waana sababta uu dhulka dhinaca u dhigi waayay ee hadda bawd u jeexayo ee hadda meel madaxa uga soo laabanaya ama uga soo ridanay walabkaasna halkaasna uga tagayaa waxaana banaanka u soo baxday in ciidamadu u codayn jireen aad iyo aad kan saddexaad barnaamijkan aad ku daawateen bilowgiisu wuxuu ahaa yaa u qalmo ictiraaf beelaha raxanweyn ama maamulka koonfur galbeed iyo maamulka hargeysa kooxdan afduubka ku haysa horta waxaan ka cudur daaranayaa inaan ir beesha isaaq beesha isaaq uma dhamma waxaan fikradan ah tusaale waxaa kugu filan SNM magaca SNM waa Somali National Movement oo waa dhaqdhaqaaqa wadaniga ah ee Soomaaliyeed horta saa waa in loo fahmo magacan Somaliland waa darkiisa sida Puntland oo kale Koonfur Galbeed Hirshabeelle oo kale Jubbaland oo kale waa land oo maamul goboleed xataa magacan markii la sameynayay looma sameyn in mataqaanayay lagu gooyo Soomaali lagu kala gooyo magaca Soomaaliland isla maalintii maamulka nidaamka SNM oo Hargeysa qabsaday ayaa lagu dhawaaqay ma ahayn wax dhashay shirki buuxo hadaba laba kooxood ku loolamay shirkaas koox gooni goosi ah oo xigjir ah iyo koox Soomaaliyeed oo Cabdiraxmaan Tuur hoggaaminayay waxaana dhacday in kooxdii gooni goosiga ahaa ay garab ka heleen xabashada kooxdii wadaniga ahayd ee Soomaaliyeedna loo qusqoyay aadiyad goobta yanaa ilaawna waxaa jooga saraakiil Itoobiyaana waxaa la yiri waxaa tiin caqabada in dowladnimo ka hana qaado Soomaaliya markay idinka ayaa noo filin karo fikradoodana waxay soo bilaabatay xilligii jabhadaha lahaa jabhada SSDF waa la tijaabiyay oo calanka xabashada waxaa laga tagay balan balle iyo guldugob taas oo keentay in dagaal dhex mara xabashada iyo jabhada SSDF iyadoo ay sababtay in hoggaamiyaha jabhada xabsidaan lagu xukumo Colonel Abdullah Yusuf halka iyaga calanka xabashada uu ka surnaa ilaa maantaydan uu suran yahay tag wajale iyo sidoo kale eriyadii xigtay buurtii eriyadan ii sheeg dagaaladu ka socdeen boorama ku aadan eriyadaas oo dhan iyo xataa saldhiga garay cuul xataa calanka uu ka tagay ilaa maantaydan markaas kadibna xabashadu shaqadoodiiba qabsadeen tiyo ay markaas ilaa maanta isku duubay heer la gaaray heesa la soo qaado oo dhogoray wiil amxaar waxa ay ila dhaw amxaar heer la wuliyo Muuse Biix dadkii gooni goosiga ahaa hortooda laga qaaday xataa Maxamed Xaji Ibraahin Ciqaal walaa qoladan gooni goosiga uu siyaasad ahaan la saftay wax markaas tala ah kuma lahayn oo wuxuu ahaa nin la isaga shaqaysanay balse qoladan laynka ka soo qaadatay xabashada ayaa hawshaa wadatay waxayna keentay in la isugu tago dadkii kale ee Soomaaliyeed halkaas markay joogto waxaan ka sheekeynay nidaamka SNM waxa uu ahaa iyo Soomaaliland hadii maanta Soomaalidu ay dhahaan waa la goosanaya iskuba qaadba waxaa dhahdaa maadaama ay xoog ku haystaan dhulka beesha isaaq ay degto dhulka beesha isaaq ay degto iyo dhulka koonfur galbeed ama raxanweyn ay xukumaan ama ay leeyihiin maabka haddaad fiirsid waxaa weyn bay iyo bakool isaaq oo dhan dhulka u dego maadaama fikraddan aysan hartina ku raacsanayn samaroona ku raac
سرين مركي هالكاس دكتور رحان وين وحي حق ويه لانا يانا إلا يشان تان قلب بضبك كواد هرتوا نمان لاجد غار أهله وأفمي أي كوهما وإلا وقتا يسلو قفهمه لاجد دودا وحو حير أو صومالي محاترئة هي كجرو انت كلا لما فهم بكر لابو وأنمان باحد أهان أولكو ذكوين يهان أولك إساء قدو وحيد دقان أفكا مقدشو عيالش بيها مقدشو تبوينك باي يبقول إلا يشغلوينك اللابو وأقضب كسد حادة أول قريب سيقى الصومالي مركا الله قريب سيقى وليبا حليد الإحدامات كيلا جوكي وحي حق ويشان داد أهان إني نغبان كالين تسدحات أي قلان وحان كان لنا الصومالي دي دورة شدو قوفي عدد كدرتي 4.5 أن لغا أقو إني والبو داد كاغو سيدي كوغو عديان أي كوحرني السورك الصومالي وحي كوهيلا لحدن كي إني كالين تسدحات نغبان وقدوميها بارلمان كفريستان وآه شكادة سدحات يدالك أبوين وحانا كور رئي رئيس الوزراء يمدحوينها بس نايه كالإساغة كالنت أفراد اسكدية حتى شنات كون جاك والرئيس الوزراء كحيانك كوات أيهي حلين أو النغدين وانناغو ما ناقران رحوين 4.5 ما كمان ناسينة ورشوق في عوضة يكوهلين قدوميها بارلمان كي دستور كالليحتن كالقوشي إلا ما انتايد أنا قدوميها بارلمان كي محي إساغو هلوا يان كالنت سدحات ماشا وحا مغطو إن ديغان أهان رحوين أي كالول بدايهين سامي قيبسيغان أي يغو ساس أغو هرمريان ترى أهان كبدايين هاد يوقف يعود حلقا سيلا قادل اللي واقعيين مكبدا هاللينا قضب كاسن هال كاسين معنى هي قضب كأفراد نواكاس أما التلابة قضب كأفراد شيء كذا عنده هي إيشيغ قضب كأفراد قضب كسدحات ها هذي قضب كأفراد وحن نقندونا رحوين وإن من جيسيال أه والدنيا ان دغال كمركي نقطه ولا يقنا هلكا نمنك كوخدي اسنم موسى بيخي نوح ثاني اي غوي غوسي ربنا 30 سنه وخي اي ديسيان 12 دقيقه لوغه قادي هلكا جيسني بدنا اسم غاريان وخ بدنا وخا جيسني من كان رهوي وخا ما اورن كرنا وسوماليدا ددك او غيسي سنب واقلب كشناده نمن كان رهوين وحي قوديان صوماليا مركان ساس ليه هاي كان عسيادة ديغانة كلاي صوماليا مقدشة بنتلان قروة كل كجرو وادات واقنا عسيكوتا واد حسوستان بيوغي مركي هايان قرب راتي هايان جرا سروي الله يشاتي يلا عركي وارت وادات اكتف وبرشب بيريلي سيدو او كلانا جيل لي سيدو او كلانا قنا عسطو اسلويني دولة نمضى هالكي لغاسو أساسي مركي مغالا دي مقدشو لقبصة دي ايكو حي ارقا حسادة اي محاكيمتا ايهو قامي قبيل ليضا دي اي ودي دين دولة دي ايكو شغيسو وارتوا هالكا دولة نمضى ما انتي وحسن كفر اي لغاسو بلاوي بايدابو هالكاسو صلي اكتمد عيني عبدالله يوسف الى مركي دم بس في عنا يوسف نويا لما انا ارقا جيغو ولا حمر انا قاله ايو هالكا انا قاله وانا ضد صومالي اسكو ودي كرومانتي وانا كم انتهي بايدابو ميلاها عن قدوران لهاين عاسمان دو صومالي لغدكو ايضا يوم قال هذا كسماي بعدما يسمعوا وذا ديغي كران لك على شيء غير كريم طلب كاسنا هالكاسنا وقتريا بالله توفيق لمن كاسر حنوين بعد لبده وذا حق له إن النقدان دل وين سن سن نقدان والسمالي وذا والدنيا وحاسنا إيسن كسرتم مع موعبان مركي هم بيوا ما هذا البلا وذا جاي أنا لو ذا جاي هذا اللي مو ذا جو بالله توفيق أنا أركتها ضغيبت وسيب لو ذا ما سنتي